أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 35 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 8 من يومه الأحد 29 مارس 2020، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 437 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ماروك بوا أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1624 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 12 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الوفيات 26. وفيما يخص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة 35، فتم تسجيلها بجهة الرباط سلا القنيطرة 10 حالات، متبوعة بجهة فاس مكلاس 10 حالات، وجهة الدار البيضاء سطات 7 حالات، وجهة سوس ماسة 3 حالات، وجهة طنجة تطوان الحسيمة 3 حالات، وجهة الشرق حالتين. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.